بدأت المخابز الصحية في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقاً لتوجيهات الدولة. هذا وتستمر الحملات الرقابية لضمان إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والسعر. وفي إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، تم البدء في تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الطن الدقيق بنسبة تتراوح من 30% إلى 35%، الأمر الذي يتطلب أيضا انخفاض الأسعار. وصلنا من خلال التكلفة ديت باجتماعنا مع المخابز البلدية والأفرنجية بالنزول بأكثر من 40% لجميع المخبوزات البلدي والأفرنجي، فكان رغيف 80 جرام ب 2 جنيه وبعض المناطق ب 2 جنيه ونص، الحمد لله النهارده بجنيه ونص بس، وكان رغيف تاني ب 40 جرام بيوصل لجنيه ونص وجنيه في بعض المناطق، خليناه الحمد لله بالتكلفة الجديدة 75 قرش. مع تطبيق تخفيض أسعار الخبز تستمر الحملات الرقابية لضمان إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والسعر، مع ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح، كما يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أي مواطن بيبقى عنده مشكلة بيتواصل معنا، أنا عايز المواطن يبقى شريك معنا في الدور الرقابي، يبقى له إيجابية. أرقام تليفوناتنا موجودة على صفحة المحافظة للتواصل، الناس تتصل بينا في أي وقت، 12 بالليل، 1 بالليل، الفجر، الصبح، الظهر، إحنا متواجدين، الحملات موجودة، بنتعامل مع المشكلة ونحلها على الفور. إجراءات تتخذ تطبيقاً للتوجيهات الرئاسية والتي تعكس حرص الدولة على تخفيض الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.